سلام. أنا يا كريم يا يوكا سلام يا كاسلا كاسلا أنا مغنو سافرة كاسلا كاسلا يا قلبي سافرة أنا قلبي سافرة ريت شوارع يا غربي يا يوكا سلام يا كاسلا كاسلا انا قلبي سافر كاسلا كاسلا يا بغنو سافر انا بغنو سافر ريت شوارع يا يوكا سلام هادي قربية قربية معناها السيرة والسيرة ترمز عند أهل السودان للفرح والزواج فهي مدينة الفرح ومدينة الجمال فهو يقول له يا قلبي أنت يعني بتتمنى أشياء كثيرة في الدنيا ولكن أنا كلها ما أقدر أحقق لك أنا في واحدة أحقق لك قال له أنت أريتي قات إيورهوك عندي أنا سأحقق لك حلم واحد بأنه سأأخذك إلى مدينة كسلا كسلا بهسوك عندي أنا حأوريك مدينة كسلا قال له فقال له يا قلبي أنت دائما فقال القلب المعنى يعني مش بيتناب أغنى يعني القلب المجرح أو القلب المعنى قال لا تريحه إلا الكلمة الجميلة يا أدم أنا فرمهيلة يعني داوو أنا قال أجيب لك الكلام السميح من وين الكلام السميح بيجيب لك بس بأن أوديك لي كسلة كسلة برسوك عندي فكسلة كسلة دي أغنى جميلة أغنى عظيمة وحبوها أهل السودان لكن طبعا دي فرصة برضو نوضحنا يعني جزء من معانيها وكسلة تعني التاكة وتعني أشياء كثيرة في نفوس البيجة حيو فيما يتعلق بي.